عندنا القرية اسمها قرية السيدة العمودية تبع مركز إتصا محافظة الفيوم. المفروض إن الشبكة هنا شبكة الصرف الصحي بتتنفس عشان تخدم حوالي 3000 أسرة من إجمالي تعداد عدد السكان هنا في القرية 14000 نسمة. إحنا عندنا هنا القرية لها تبع لها 21 عزبة ونجوع تبع للقرية، فالمشروع مستهدف إن هو يخدم الكرة دي في المستقبل. حتى المطابق هنا بتنفذ على أعماق كبيرة، حتى لما الكرة الجديدة دي تربط على الشبكة يبقى متوفر مع الربط. يعني عندنا إجمالي هنا الأطوال حوالي 7300 متر، ده إجمالي الأطوال باللي خارج الحيز العمراني، إنما اللي داخل الحيز العمراني اللي هي فعلا الشبكة اللي هتتنفذ حوالي 4300. نفذنا منها بنسبة 60% من الأطوال وبنسبة 30% من إجمالي الأطوال خارج الحيز. احنا يعتبر دلوقتي شغالين في الخط الرئيسي اللي هو هيرمي على محطة الرفع الخاص بقرية السعدة. عندنا قرية السعدة هنا في منطقة بحر البلد، هتاخد منها خط الطرد هيطلع منها على قرية كفر حشمت في محطة المعالجة. إجمالي الأطوال الخط الرئيسي حوالي 1000 كيلو اللي احنا شغالين فيه. فاحنا يعتبر النسبة هنا في البلد الحمد لله تمام، يعني معدية 60% زي ما قلت لحضرتك.